السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صوتكم، نعرض لحضراتكم أبرز المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق. بإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم. نبدأ من المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا من ملف الامتحانات الوزارية للمراحل المنتهية، ومن محافظة صلاح الدين البداية، إذ خلال وقفة احتجاجية أمام مديرية تربية المحافظة طالبت عدد من الطالبات بفتح الدفاتر الامتحانية بعد ظهور نتيجة غش جماعي لعدد من مدارس مدينة تكريت، بالرغم من أن الطالبات من المتفوقات وأكدنا أنهن ضحية لهذا القرار. دعونا نشاهد هذه اللقطات مشاهدينا الكرام من محافظة صلاح الدين. بالخامس كان معدلي 98 ودخلت هسه دخول 99 بالسادس وما شفت اي غش بالقاعات، يعني وانتظر معدل عالي يجيني كل المدرسه غش، ليش؟ يعني انا حيل مظلومه بهذا الوضع، انتظر معدل كلش زين وعالي يطلع لي غش، والله ظلم، ما اعرف شنو احكي، ما اعرف شنو اقول، لازم يلقون حل، لازم يلقون حل، يعني انا ابدا مو استحقاق اقل انظلمت بهذا الشيء. بس العقيدة 29 شيء، يعني كل تقريبا كل المدرسة، وأنا أبدا كل ما أفوت على الامتحان كله عين بورقتي وأبدا ما أشوف شيء، يعني أنا من الابتدائية والمتوسطة وحتى الإعدادية كله أطلع الأولى، تفاجأت إجا مركزنا كله غش، كم طالبة فقط اللي ناجحة، هم مو ناجحة، وحدة فقط ناجحة و16 طالبة معيدة و23 طالبة راسبة، على أي أساس هذا؟ إحنا لا غشينا ولا ابد ما ملزومين غش، قبل نجي هسه نلزم غش، ليش يعني؟ احنا الناشد وزير التربيه ينظر لنا احنا ابنائه، اذا هو ما يوقف لنا احنا منو الناشد؟ يعني هذا اللي صار كله ظلم، احنا نطالب باعاده تصحيح دفاترنا، احنا 23 طالبه راسبه، 40 طالبه 16 معيده، وحده فقط اللي ناجحه و23 طالبه راسبه، كله غش، ليش هيك؟ ليش؟ حقنا ضاع. انا نجحت من الخامس اعفاء معدلي 96 ونص السنه نجحت ودرجاتي زينه. دخلت الوزاره وانا ضامنه انه انا اطلع طبيه اقل شيء، انا كلش شاطره، مو انه احكي هيجي، لا انا شاطره وتعبت وقريت وسهرت، وهذا الدليل، يعني انا يوميه بالمستشفيات، يوميه بالصيدليات. طبعا صدمه، عباك برحب ميت ببيتنا، يعني طبعا صدمه، انا برحب انهاريت، ما حد مصدق، شنو اطلع انا انتظر النتيجه؟ اول شيء المنصه عطلت، المنصه اللي هم مسوين لنا اياها على اساس يدزون رسائل وعطلت، ودقيقتين كانوا ينزلون الملفات، فتحناها مدرسه غش، ومس ست ناجحين، طلع دفاترنا، طلع حقنا، وانا اريد حقي، ما راح نسكت، والله ما راح نسكت، ونظل يوميه هنا، أنا. يعني الوقت قليل، وهسه يفتحون قبولات للطلاب اللي عندهم واسطات، للطلاب اللي عندهم فلوس ويقدمون على اهليات، واحنا راح نظل هيك. ننتقل الى مقطع آخر ضمن نفس الموضوع مشاهدينا الكرام. اشتكت إحدى الطالبات في محافظة صلاح الدين من الظلم الذي تعرضت له، حيث أنها بذلت مجهودات كبيرة كما تقول في هذه السنة للحصول على نتائج تؤهلها لدخول الجامعات ذات التخصصات الطبية، إلا أنها صدمت بالنتائج التي صدرت، حيث ظهر على اسمها غش في الامتحانات التي جرت، بالرغم من أنها من ضمن الطلبة المتميزين، مؤكدة أن هناك ظلما وإجحافا لحقوقها ومطالبة بإبراز دفترها الامتحاني وإعادة مراجعته. دعونا نستمع. انا تعبان على نفسي، مو بالسنة، انا تعبان على نفسي من بداية المدرسة، هاي بدي جزر بيها بالنهاية، وهذول الطلبات كلهم مشاهدينا. ننتقل إلى مقطع آخر. ناشد أهالي الطلبة في محافظة صلاح الدين وزارة التربية، وناشدوا المسؤولين عن المحافظة بمتابعة ملف نتائج الطلبة التي صدرت بحقهم حالات غش، بالرغم من أنهم من ضمن الطلبة المتفوقين، وضرورة فتح الدفاتر الامتحانية لأبنائهم وإعادة تصحيحها لضمان حقوقهم المسلوبة. دعونا نستمع. مشكلة مالكم؟ المشكلة الطالبة الأولى على القضاء اللي داخله معدلها 99.7، اللي الاولى كانت على القضاء بصف سادس ابتدائي وبالثالث، تطلع غش
الله يقبلها معدلها غصب، وهاي النتائج مالتها، هاي درجات 100. شوفين النتائج مالتها، هاي النتائج مالتها. طبعا هاي رسالة للسيد الوزير. خامس علمي تحصل على اعفاء الصور، اعفاء عام وكل الدروس، تجي فرحانة من الخامس، الامل انه عندها معدل طب ان شاء الله، تجيني غش شنو تنفهم. هاي طبعا هاي النتائج مال هاي الطالبة، احد الطالبات، هم كلهم يعني متفوقات. نعم كلهم متفوقات، كلهم 99 درجات من الرابع للخامس. طعميات رسالتكم باختصار، رسالتكم باختصار للطالب على التصحيح، طالب على التصحيح، عندك فاتر وعلى التصحيح، هيك اللي بسجل، ما نحتاج جمع. هذا التصحيح احنا نريد وقفة وزير التربية ويانا، نريد وقفة وزير التربية، وزير التربية يريد يوقف ويانا، مو بس يجون من عندنا ما يطولنا، نوابنا خليجون يوقفون ويانا، مو وقت الانتخابات يجون ركب. زهوان طالب ساليته من زهوان يوقفنا هو ودكتورهن. رسالة قلنا احنا نريد نفتحوا لنا التفاتر، نريد بس نوزعوا لنا التفاتر. معدل بنتي انا اقول له شو بدي احسب خلفه، انا اتوقع 99.5 معدل بنتي تجيني غش. عاد التفاتر، عاد التفاتر. اذا هي رساله للسيد الوزير بالاضافه الى الساده النواب اللي ذكرتوهم بانه يتابعوا موضوعكم. عاد التفاتر على التصحيح. شكرا. معقول اذا صار خرق بالمركز هل هو الطالب يدفع ثمن؟ لا، اكو مدير مركز، اكو مدير، اكو معاونين بالمركز، اكو مشرف شرعي. الخرق يصير بالحزب، احلامهم راحت، امالهم راحت. يعني ليش على هذا الدفتر الغش يصفروا ويطلعون؟ ليش بس الست؟ انا طلابنا البارحه كلها نايمه بالمستشفى. اي والله حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. هسه 4 دروس انا بدي معجلها فناقش. انت كطالبة تحددي تفتيش باجهزه، يعني مو بس بلمس يد، تفتيش باجهزه كل شوي. يقول لازم مركز امتحاني بيك ما نسمع استاذ غش، ما نسمع غش، ما نسمع استاذ. انت 4 دروس مأجلة من برا وطبوا بنات ولا برا يشتغلون لا كهرباء استاذ. العقيده انظلمت. نتابع تعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشان هذا الموضوع. لدينا تعليق من حمد عبد صالح يقول: إذا كان هناك غش يحاسب فردي لا يمكن شمول الجميع، هذا الظلم، ويحاسب المراقبون لأنهم لم يكتشفوا الغش في نفس الوقت، أما الطلبة لا يمكن ظلمهم بهذه الطريقة. طيب، تعليق لدينا من أبو أرسلان يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، إلى متى هذا الظلم على الطلبة؟ ضمن التعليقات أبو تبارك يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، المفروض لو كان هناك غش يتحاسب الطالب الغاش ويتصفر أثناء الامتحان أمام مرأة ومسمع الطلبة، أما تجي وتصفر المركز هذه ما صايرة ولا دائرة، هذا يعتبر تنصل من المسؤولية من قبل المراقبين والإفلات من المحاسبة. تعليق من الجبوري جاسم يقول: دفاتج راحن الغيرج، لا حياة لمن تنادي، حسبنا الله ونعم الوكيل. وتعليق من عماد يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يجب إنصاف هؤلاء الطلبة، هذا ظلم وافتراء. وآخر التعليقات في هذا الموضوع من أبو عمر يقول: والله يا بنتي أنت ضحية السفلة الفاسدين الذين ارتكبوا جريمة بحقكم عندما جعلوا البعض من مراكز الامتحانات بابا للفساد. مشاهدينا الكرام، نستمع لرأي السيد أبو عبد الله من صلاح الدين. أبو عبد الله حياك الله، يعني هل يعقل مدارس كاملة، لجان امتحانية كاملة، كلهم غشاشين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ محمد، هاي حكومتك، كل هاي الحكومه العراقيه يقولون حكومه. هاي الحكومه ما تجيب الواحد اللي يجيب شيء بتعبه ويجيب شيء شهاده بتعبه. لازم الشهاده تجيبها لو من لبنان لو من ايران. لان هي حكومه فاشله، مع احتراماتي، مع احترامات الشخصه، كل العراقيين يسمعون يريدون بشر فاشل، ما يريدون بشر خلي يقول واصل بدراسة، واصل بعلم. طيب، واصل عندي بكلها. عندي أكو سؤال منطقي، ويمكن هي حجة ذكرتها الطالبات اللي ظهرن بالمقاطع، يقولون احنا تاريخنا الدراسي كله متفوقات، نطلع من الأوائل لغاية الخامس إعدادي. بعض الطالبات تحدثن وبالإثبات يقولن احنا كنا معفيات من كل الامتحانات لأنه أوائل. طيب، هل يعقل صاحب هذا السجل من التفوق والنجاح يجي بالسادس يغش؟ لا لا، وخلي ينزل، خلينا نقول التفوق ماله راح ينزل، خلينا نقول مثلا 25%، هو 100%. نعم، ينزل 25% تنعقل. بس ما تقول لي غش، لا ماكو غش. هي انت ما شفت هاي الطالبه من تطلع تبكي، هاي تبكي من حرقه قلبها. نعم،
حرقت قلبها هي لو ما صحيح ماكو ام حاج ما تبكي ولا تدير بال. طيب بس يا عمي العتب على مدير التربيه، مديريه التربيه صلاح الدين ومديريه الاقسام مال الاقضيه ناس حراميه، هاي مخو هاي مخو وظائف تتبعوها هاي شهاده. عاد قلت انا درست تعبت. طيب يعني برايك، برايك ابو عبد الله ليش، ليش نشوف هذه الحالات او نشهد هكذا حالات غش جماعي، اتهام للطلبه بالغش الجماعي وحرمان الطلبه من الاستمرار بالنجاح والتفوق، احباطهم نفسيا، وممكن ايضا ما يحصلون هذا الحق. يعني ممكن هم يطالبون الان باعاده تصحيح لكن ممكن ما يحصلون على اي نتيجه، وتروح عليهم هذه السنه بتعبها وعنائها ودراستها. ليش يريدون ياخرون ذول الطلبه او يتهموهم بالغش؟ شنو الهدف؟ هم ما يريدون، ما يريدون واحد ناجح يفوق من العراق، يريدون واحد يجينا من برا. شلون جو هذول هسه يحكمون بالعراق؟ جونا على ظهر الدبابه جابهم هذا القدر برايمر. هاي يريدون هيش بشر. يعني هذول الزلزوي ايش فادوا العراق؟ يريدون بشر يجي ابيه العراق. ما يريدون لا طب لا تعليم لا دراسه لا صناعه لا زراعه، هاي كلها ما يريدوها. طيب انا اشكرك شكرا جزيلا سيد ابو عبد الله من محافظه صلاح الدين للمشاركه. ننتقل ويا حضراتكم مشاهدينا الى الموضوع الثاني لدينا في هذه الحلقه. تظاهر سكان منطقه بوب الشام شمال العاصمه بغداد احتجاجا على تردي الواقع الخدمي في منطقتهم، وطالب المتظاهرون بتحسين الكهرباء والمياه واكمال تعبيد الشوارع اضافه الى السماح بدخول مواد البناء الى المنطقه، مهددين ببدء اعتصام مفتوح ونصب سرادق الاحتجاج وقطع طريق بغداد أربيل منذ صباح الخميس إذا لم تستجب الجهات الحكومية المعنية لمطالبهم. دعونا نشاهد هذه اللقطات من شمال العاصمة بغداد. الامر بيديكم يا اما نقعد هنا خوش واعتصام مفتوح مده يومين خوش نقعد هنا هذا هذا المقر شلون نوصل له يا اما نسحب المظاهره عافسين الامر عندكم عمي هاني نجم ابوه صالح كريم الزيداوي عمي ذي الخميس ذي الخميس اذا ما سوى لي حل اول تاير يحترق ابوه مشان ما نحرقه. المي المي هسه احنا جاي نسال بالبيت يعني عن شغل الصبح راس سهران ما يقدر يطلع الشغل من ورا المي راس سهران للصبح وماكو مي. ثاني شيء مواد، مواد ما جايبه بمناطق الزراعيه رغم كنت ابني اكو مجاري اكار صفه بناء موجود يعني كم قطعه موجوده ما يخلونا تفيد تطول هاي الاتحاديه. احنا من الناس عندنا منطقه هاي الطابو عندنا بيتنا جاي يطلب مواد يردون الا الاجازه تجيب له السند ما يرضى سند يقول الا الاجازه زين هو بالاتحاديه شعلي بالسعر هاي بالاجازه. مستمرون معكم مشاهدينا ضمن هذا الموضوع، وننتقل إلى مقطع آخر لناشط من محافظة النجف انتقد الإهمال الحكومي لقطاع الكهرباء وانتقد البنية التحتية المتهالكة ورصد أحد الأعمدة في منطقة الميلاد وقد تم ربط أعداد كبيرة من الأسلاك على هذا العمود ما يدلل على زيادة الأحمال بصورة كبيرة على المحولات. وأكد هذا المواطن أن آفة الفساد التي تنخر جسد الدولة العراقية على مدى 21 عاما السبب وراءه أو وراء هذا الفساد هو تقاعس الحكومة عن تحسين واقع الكهرباء وتوفير البنية التحتية التي تتناسب مع الكثافة السكانية لكل منطقة. دعونا نستمع ونشاهد. السلام عليكم. يقول اليوم لا حياء لما تنادي، احنا ما قاعد ننادي وإنما قاعد نطلب ونطالب ونتكامل ويا الدولة مع الأسف. يعني انتم اليوم خليتوا هاي الناس توصلها بمرحله التظاهر وانتم تجبروها على شنو؟ التظاهر والعصيان المدني. يعني نجيب لكم خيم وننصبها هنا بشرفكم صار اكثر من 20 سنه. تيل مثل الاوادم يا فاسدين. اريد اقول والله واحد عيب المضايقه بس انتم يوم ما فازين كان ما وصلتوا حال البلد هالمره. تيل مع مبارك خلي يشوف المشاهد بعينه. يعني هذا وضع كهرباء زين هذا يا ابنك بالشارع
تقبل على نفسك تخليه يمر من يم هذا التيه؟ يا وزارة الكهرباء، يا قطاع الخاص، يا مديرة كهرباء النجم، أنا ما أردي أوصل صوتي، وإنما غصبا عليك وعلى كل مسؤول وعلى المحافظ وعلى رئيس مجلس محافظة وعلى كل نائب مسؤول على هاي الخدمات يطلع ويشوف حال واقع النجف المتردي. يا أخي ما يصير، إلى متى تبقون بهذا الفساد؟ نهب وسرقة وبوق خيرات البلد، يعني ما بقيت شيء لحد ما وصلت البلد لهذا الحال. أنتوا أعضاء مجلس محافظة من وصلتوا أموالكم 5 مليار بالشهر، شو اللي قدمتوا صاركم 7 أشهر؟ هاي واحدة من سلبياتكم. أنا أريد أعرف من هو المسؤول على عمود وطني على اللجنة مال الكهرباء، فليطلع ويشوف أحسن ما قاعد بالمكتب ويصدر أوامر ويكرس حب هو والأعضاء ماته. اليوم لا حياء لما تنادي، هذا وطني، هاي أحس سلبياتكم مو إيجابياتكم، هذا وطني، منطقة حي الميلاد مقابل قطاع صيانة الميلاد أو قربة، يعني بربك بدينك أكو تيال هيجي، فهي شلون هاي؟ وأنا ما أعرف يعني أنا أروح هذا التيال. أنتوا ما استحيتوا على نفسكم، وهي مدينة علي بن أبي طالب، ولكم مدينة وحضارة أكثر من 7000 سنة، وصلتوها لهالمستوى هذا، بس أنتوا يوم ما فازين وأرد أكمل على كل، يعني أنتوا هذا مستواكم، كل ما أحكي وش ما تردون تري ليش مستواكم هذا؟ نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر. ناشط من محافظة النجف سلط الضوء على معاناة سكان ناحية الحرية، حيث يعانون من تردي قطاع الكهرباء، إذ تعاني الكهرباء أو تعاني كثير من المناطق من تهالك المحولات الكهربائية وانعدامها، فضلا عن رداءة الأسلاك، فضلا أيضا عن معاناتهم المتفاقمة مع أزمة المياه، حيث تنقطع عنهم المياه لساعات طويلة، إضافة أيضا للواقع الخدمي المتردي في ظل حكومة الإطار التنسيقي التي رفعت شعار حكومة الخدمات، حيث فضح الواقع الذي يعيشه المواطن العراقي زيف هذه الشعارات. دعونا نشاهد. هاي نقطة بحر من معاناة المواطنين في محافظة النجف وبالخصوص ناحية الحرية، بها 7 شطوط مثل معاناة هاي المنطقة اللي هي شط أبو حلان اللي به أكثر من 5000 نسمة. إذا مو زحمة تفضل يا حجينا، الكهرباء صارها كم يوم أو من بداية الصيف لهسه ايش قد تجيكم؟ قربا بالنسبة للكهرباء من بداية الصيف ولحد الساعة هذه تنقطع الساعة بالأربع الفجور تجينا الساعة بالوحدة بالوحدة، يعني 6-7 ساعات جرة واحدة، 7 ساعات وايش قد تجيكم؟ ينطونها ساعة يعني والساعة ما تستمر، يعني الساعة زين إذا تستمر بها نص ساعة. محولات ماكو، أسلاك من زمن البكر، ظفيرة ماكو حتى من تجيهم باليوم، هاي من بداية الصيف، لا أحد يقول والله عطل بالخط 33، لا أحد يقول والله أزمة مالسة، هاي كل صيف حتى بالشتاء، محولات ماكو، سولف لنا بالماي حج روح والديك. بالنسبة ما والجماعة أبا عبد الله استشهد مظلوم شهيد عطشان، والجماعة السياسيين اللي طموا نسمعوا وادمنا. بالنسبة لماي الإسالة كان اشتراك ويانا منطقة الحمام. هسه ينطونا يوم وثاني يوم انه، يوم للحمام يوم ايش قد بلا زحمه، ايش قد باليوم، ايش قد تجيكم ماكو ماي؟ باليوم، باليوم ينطونا الساعه ان شاء الله لنا الساعه ب 12 المشروع يجي المشروع ان شاء الله لنا الساعه ب 12 ان شاء الله لنا الساعه بالوحده، للثنتين هسه تروح بعد ماكو ماي ساعه ساعتين 5000 اكثر من 5000 نسمه، تصور 7 شطوط معظمها بهذا الحال، ما يشرب ماكو، كهرباء ما شوف هاي الوادم، هاي معظم هاي المنطقه، معظم هاي المنطقه الناس هاي شوف ناس من رخصتهم ناس كرام اهلي الاعزاء، لكن معظم هالناس كسبه وعماله باليوم يحصل لك كم دينار، هاي ستوتات تنقل مي ب 5000 هو شرب هو تغسيل، بيوت بسيطة، الناس كانت عايشة على الأراضي الزراعية، بفضل الحكومة معظم الأجهزة نص الأراضي الزراعية في ناحية الحرية، في محافظة النجف هاي بور بلا زراعة، زين العمالة زراعة ماكو، مي ماكو، كهرباء ماكو، الناس شارع هذا 200 متر ماكو ما يسوونه، هاي تبليط ماكو، تبليط الوادم ما واصل لها. استعرض تعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذه المقاطع. باسم الشيخ يقول: هاي الناس الفقراء ما حد يذكرهم ويعرفهم، بس وقت الانتخابات يندلوهم المسؤولين. تعليق لدينا من ياسر الخفاجي يقول: عجزت الحكومات عن حل الأزمات بسبب الفساد، أزمة كهرباء مستمرة، أزمة سكن وارتفاع أسعار العقارات، مدارس متردية، مستشفيات متهالكة،
طرق مزدحمة ومتهالكة، إذلال المواطن عند مراجعة الدوائر الحكومية. تعليق لدينا من أحمد شهيد يقول: الحرية بها أعضاء مجلس محافظة ومجلس نواب، ليش ساكتين عن معاناة أهلهم؟ وقال يقول: حكومة الخدمات، الله يعين الشعب. ضمن التعليقات كذلك لدينا من أبو علي يقول: حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم دمر هذا البلد. وآخر تعليقات من سيد محمد يقول: صدقني الشغلة مدروسة من قبل الأحزاب الفاسدة. كانت هذه بعض التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع. ننتقل إلى موضوع آخر. انتقد أحد المواطنين من محافظة البصرة إهمال إنشاء حدائق في مجسر الخطوة في قضاء الزبير، حيث أن المساحات الشاسعة أسفل هذا المجسر جميعها كان من المفترض أن تكون مساحات خضراء، ومنذ 12 عاما ينتظرون إنشاء هذه الحدائق ولا شيء يذكر حتى هذه اللحظة على أرض الواقع. وتساءل هذا المواطن عن الأسباب التي حالت دون إكمال المشروع، حيث أن هذه المساحات الخضراء تعد متنفسا للعائلات، خصوصا في فصل الصيف التي تحاول فيها الأسر العراقية اللجوء إلى المساحات الخضراء في ظل ارتفاع درجات الحرارة. دعونا نشاهد ونستمع. هذا مجسر الخطوة، هذا أسفل مجسر الخطوة، صار لما يقارب 10 إلى 12 سنة. عود استبشرنا خير، قلنا هذا راح يصير خضراء، راح يصير هاي الفلكة والمساحات الكبيرة اللي جوا جسر مجسر الخطوة على أساس تنزرع. يعني والله مثل أجواء القبلة ومثل أجواء الحديقة مع المدينة الضوئية، نفس هاي شفتوه الخضار والأشجار والنافورة، والله نفس الأجواء يا عمي. بس قلوا لي عبر الجسر يختلف، الشمس أقوى هناك لو هنا أقوى، الماء هناك مالح، هناك حلو هنا مالح، ليش بس أبدأ أعرف هذا المتصور. يعني هو كله مشروع واحد، هذا المجسر تتذكرونه ترى نسيناه، صار قديم، صار لنا سنين نصعد عليه هذا الجسر. يعني هذا الجسر هو مشروع واحد، ترى المجسر هذا وياه هاي الحدائق ولازم تنزرع. يعني بس تصوروا لو هاي كل هالمساحة، يعني هسه حاليا مزروعة صار لها سنوات، 5 6 سنوات، مو مثل هاي الحديقة مالت القبلة وباقي حدائق البصرة مو بها الفيلة والأشجار والإنارة والمصطبات. مو تلقون كل عوائل الزبير المحرومة من الحدائق من هذا الدخان والضيم والنفط والسرطانات، مو كان لقيتوا هاي العوائل كلها متجمعة هنا؟ كل من يطبق سيارته ويجيب عائلته ويجي يقعد، الفقير ابو ستوته والجايب سياره والجايب اشي، مو تلقونها بالليل بهاي الاجواء اللاهبه؟ العالم كلها تقعد هنا تلتهي بيها، نافوره صغيره، اجواء حلوه نافوره. ليش الزبير محروم؟ ليش؟ بس ابدا اعرف هاي الحديقه ليش ما يكملونها؟ يعني بس قالوا لي بير ارتواز واشجار وثيل ومن ضمن التندر وصار لها بال 12 سنه. يعني ليش ما يزرعون هالزراعة؟ شنو بيها؟ إذا عندك مشكلة بالإنارة، الإنارة تشتغل كل شيء ما بيها يشهد الله، والله العظيم تشتغل كاملة بس هو مطفيها، يقول حتى لا تستهلك المصابيح، وأنا ما مسلم المشروع إلا بدي المصابيح، والله تشتغل وأنا أقدر أشغلها وأعرف أدلها وأعرف شلون تشتغل بس ما يشغلها. زين هسه القاع ليش ما تزرعها؟ يعني بس حديقة بس ارتواز وأشجار وخليها تصير خضار، بس هم ما أريد بيها إنارة عمي، خليها ظلمة بس شغلها ازرعها. ماكو مسؤول يقول لك شنو الموضوع، بس ارد اعرف. يعني انا مشكله محافظ البصره اذا ما عنده علم هاي مصيبه، ما ينقلون للمسؤولين، واذا عنده علم وساكت فالمصيبه اعظم، يعني كارثه. هسه ما ندري، اذا ما يدري مصيبه، واذا يدري وهم ساكت على الزبير المصيبه اعظم. هسه نريد نعرف شنو الموضوع. هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، ونبقى في محافظة البصرة، حيث وثق مواطن تيبس الحشائش والأشجار الصغيرة في حديقة الأندلس الجديدة في منطقة الجنينة والتي افتتحت قبل أشهر قليلة. دعونا نشاهد. نتابع التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. لدينا تعليق من سامر يقول: أهم شيء عدهم قص الشريط والباقي اقرأ عليه السلام، ويعتبرون إنجاز، حالها حال باقي الحدائق.
أسعد يقول والله أكبر جريمة هاي الأموال والمليارات جاي تصرف على شركات فاسدة وفاشلة وغير رصينة. مرتضى يقول ماكو سقي ومتابعة عمي، لذا كل شيء يموت. إذا مو تخصيص كادر لكل حديقة أو جزرة وسطية يتابع السقي والتقليم والتسميد ما يفيد. لدينا تعليق من دكتور أحمد يقول المسؤولون السابقون واللاحقون يتحملون المسؤولية. وضمن التعليقات كذلك من عمار يقول كافي قابل تريد طول العمر كافي شهرين يتهكم عمار. وعلي يقول ما جابوا مدير بلدية شريف ومهني، كل الذين تسلموا هذا المنصب فاسدون ويدورون مناصب وامتيازات شخصية. ننتقل إلى الموضوع الأخير في هذه الفقرة مشاهدينا الكرام. تحدث أحد الناشطين من محافظة البصرة عن الفساد وهدر المال العام في مشروع تشجير الجزرة الوسطية من جسر الجزيزة إلى جسر المطار، حيث كلف هذا المشروع وفقا لقوله 40 مليار دينار عراقي، مطالبا الجهات الحكومية بالتحقيق في هذا الملف. لنستمع. 40 مليار دينار على تشجير جزرة وسطية من جسر الجزيزة إلى جسر المطار، فقط جسر جزرة وسطية، يعني ماكو لا تبليط لا بيها غير أعمال، فقط تشجير وكهرباء عضوية. يا ناس يا عالم ما صايرة كارثة هاي؟ هدر للمال العام محافظة البصرة وماكو لا حسيب ولا رقيب ولا واحد يقدر يحاسب. هذا الفيديو إلى أعضاء مجلس النواب، إلى القضاء، إلى النزاهة، إلى أعضاء مجلس المحافظة، تعالوا يا حققوا بس بهاي القضية راح تعرفون حجم الفساد. تعالوا، هذا فسيل، فسيل نخل قيمته أقل من 5000 دينار، خليه ب10000 دينار. دققوا بالتندر شنو زراعة شجرة نخلة بصراوية عراقية، مو فسيل، نخلة ب40 مليار يا مدير الشركة، ب40 مليار ماخذ مشروع تزرع الفسيل، هذا يراد له أقل شيء 4 سنوات 5 سنوات. والطرقاع يسمونها محمية، محمية على شنو؟ تعالوا لي تعالي تعالي، محمية على شنو؟ محمية على الثيل اللي مات، محمية على أشجار هاي لا نفع ولا دفع وأغلبهم مات. ما كل يوم ما كل يوم ما جاي نشوف لمسة حقيقية بهذا المشروع اللي قيمته 40 مليار دينار. هذه كارثة. هذا الفيديو يا نزاهة البصرة، يا رئيس هيئة النزاهة، البرلمان، أعضاء مجلس المحافظة، حققوا بهذا المشروع. نستمر مع هذا الموضوع ونستمر مع محافظة البصرة، حيث تحدث أحد الناشطين عن الفساد في مشروع بناء مدرسة في قضاء شط العرب، إذ يقول إن تكلفة المدرسة المراد إنشاؤها هي 1.5 مليار دينار عراقي، لكن ما هو المستغرب أن الشركة تود البناء على مستنقع من المياه الآسنة، في حين أن العمل يتطلب سحب تلك المياه وإزالة الطبقات التي تحتها ثم البناء بصورة صحيحة، لكن الأعمال لا تجري بصورة سليمة، ما يعرض المشروع للفساد والسرقات والخطر المستقبلي الذي قد يتعرض له الطلبة. دعونا نشاهد ونستمع. اليوم متواجدين في قضاء شط العرب، تحديدا منطقة الشوامة. هذه الأرض اللي جاي يشوفونها مهيئة لبناء مدرسة من المنافع الاجتماعية 18 صف بقيمة تقريبا حسب ما وصلني أنه 1.5 مليار وكسور. حقيقة شيء مفرح اليوم لما ما نشوف بناء مدارس وبناء مستوصفات وبناء مستشفيات، لكن لما ما تكون الطريقة حسب اعتقادنا أنه ممكن مو صحيحة. ليش؟ احنا طبعا قبل أيام وحسب إعلام الوحدة الإدارية قائم مقامية قضاء شط العرب أعلنت من خلال صفحتها في مواقع الفيسبوك بأنه تم تسليم أرض لإحدى الشركات من المنافع الاجتماعية لبناء مدرسة من المنافع الاجتماعية، وهذه خلفي إعدادية الرضوان اللي هي أيضا حسب ما يقال بأنها مشمولة بالتفليش لغرض مد الخط السككي. هذه باعتبار تكون
من الممكن تكون بديلة. وإحنا نريد اليوم نوصل للرأي العام ونوصل لمجلس محافظة البصرة باعتباره جهة رقابية تشريعية، وإلى نواب البصرة خلي يشوفون بعينهم أرض. إحنا ما نتهم أحد بالفساد ولا نتهم أحد بالتقصير، ولكن أمام أنظار المسؤول وأهل الاختصاص، هل يتم تهيئة أرض في مستنقع مياه آسنة بدون سحب المياه، بدون قلع الأرض، بدون يعني هذه المواصفات؟ أرض آسنة من الممكن اليوم لازم تنسحب المياه ولازم تنقلع وتدفن طبقات وتحدل. هسه احنا مو أهل الاختصاص، لكن أهل الاختصاص يقولون. أنا نجدوني الكثير من المواطنين في هذه المنطقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإنه قالوا أحمد لازم تجي وترصد هذه المدرسة، مدرستنا وأموال أموالنا. ما من الممكن اليوم بهذه الطريقة تهيئ الأرض على مياه آسنة وتحدل بهذه الطريقة. نستعرض التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. أسعد يقول: هكذا صار الفساد الرشاوي، تغير كل العمل الصحيح، والسبب هي الحكومة التي تعمل على الخراب بشركات الرديئة. علي يقول: مشاريع الفساد حتى يومية يستفادون من الترميم. ومسلم يقول: بدربك روح على مدن النرجس وضواحيها الملكية وصور الأراضي اللي وزعت لمافيات البصرة تحت مسمى استثمار ومجمعات سكنية بالمليارات، لا تمت للفقير بصلة، فقط لغسيل أموالهم النتنة، وبتأييد من المحافظ والقائم مقام ومدير البلدية، والقائمة تطول بالحيتان. تعليق من محمد يقول: الحديث عن الهدر بالمال العام والمشاريع الكلك أصبحت واضحة للعيان، وأصبح اليوم السمة الواضحة في الأداء الحكومي، طمطم لي وطمطم لك، لا نزاهة تابع ولا ضمير يتابع ولا رقيب يتابع. تعليق من أنور يقول: مع الأسف مجلس محافظة البصرة لا حس ولا خبر، ما سمعنا بعملهم راح يصير سنة، لحد الآن ماكو شيء، لا محاسبة، مسؤول فاسد، والمراجعة مراجعة المشاريع والتضخم بالأسعار للمشاريع مثل هذه وغيرها، وعدم متابعة المشاريع بالمدد المحددة لها. آخر تعليق لدينا في هذا الموضوع من سلام يقول: 40 مليار يبنى البصرة من جديد، الله أكبر، ماكو هيجي بوق. كانت هذه بعض التعليقات التي جئناكم بها مشاهدينا الكرام. نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. حياكم الله مرة ثانية مشاهدينا الكرام، نكمل مع حضراتكم ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة، لكن دعونا نستقبل الآن اتصال من السيد أبو علي من لندن، نستمع لرأيه ثم نكمل باقي المواضيع. حياك الله أبو علي. بيكم بارك الله بيكم أستاذ محمد، حياكم الله. أبو علي، يعني مواضيع هواية، كنا نتكلم عن معاناة الطلبة اليوم، كنا نتكلم عن الفساد والخدمات، يعني العراق هذه الفوضى اللي دي يعيشها، وناس يقولون لا والله الأمور بخير، العراق بخير، هذا البلد يسير نحو الأفضل، يسير بالطريق الصحيح. عجبا، احنا دنظلم الناس اللي دا يشتغلون بالعراق الحكومة، لو الشعب يعني دي يتهمهم اتهامات باطلة، لو هم فعلا مقصرين. ممكن ناخذ او نسمع رأيك بهذا الموضوع أبو علي؟ والله اللي يقول العراق بخير وجاي يشتغلون واكو حكومة، ها هو هذا أكيد مستفاد من هاي الميليشيات، والله اللي يعلم إلى خمس ست
6-7 رواتب طبعا بالنسبة له هو بخير. إذا هو يأخذ 12 مليون أو 10 مليون شهريا هو قاعد بأوروبا وكل شهر كل شم شهر يجي للعراق طبعا يكون بالنسبة له بخير، بس للناس العاديين لا مو بخير. كهرباء ما عنده، مستشفى ما عنده، إذا تمرض مدارس مال الأطفال ما تصلح يعني مدارس مكسرة الدنيا. بالنسبة يقول العراق بخير، هذا وين الميليشيات أستاذ محمد؟ وين الخير وين الخير؟ أجيك بمثال يا أبو علي. أكو نماذج بالعراق، ناس معدمين عايشين أسوأ الأوضاع، عايشين بالمحافظات الوسطى والجنوبية اللي تعاني من أعلى نسب فقر بالعراق، مزابل أجلكم الله، إهمال، لا خدمات، لا بنية تحتية. أكو بعض العراقيين، بعض هذه النماذج يطلع يقول لك أي هاي الحكومة زينة. عجبه هو يحكي يعبر عن رأيه من مبدأ أو دافع خوف من العشيرة أو خوف من السيد أو خوف من الميليشيا، لو انغسل دماغه طيلة 21 سنة لدرجة أنه لا تزال هناك فئة داخل المجتمع العراقي، فئة ملاقية تأكل، وتعتقد بأن هذا النظام هو النظام الصحيح بسبب الجهل ونشر الخرافات والتخلف طيلة هاي السنوات، لو خوفا من انتقاده اللي ممكن يعرضه إلى ما لا تحمد عقباه فيما بعد. أستاذ محمد اللي يخاف ما يحكي، بس دولة جاي يقولون العراق بخير وجاي يصورون وكذا، دولة مرتزقة الميليشيات، مرتزقة الأحزاب، الخايف ما يتكلم أصلا، يعني يظل قلت يقول بالع الموس وساكت. بس دولة اللي يمشون ويصورون والعراق بخير وشوف احنا بنعيم وشوف السودان ايش بنى، هذول مرتزقة الأحزاب ومرتزقة الميليشيات، يعني مدفوعين الثمن. اللي مع السلطة يقف ويأيد أو يروج حتى اللي ده تسويه حكومة السوداني، بل يحاول أن يبالغ بترويجه، يوصلها إلى مرحلة وكأنه احنا عايشين بدولة أوروبية من دول العالم الأول إذا صح هذا الوصف. يقول لك أنت ليش ده تنتقد انتقاد موضوعي؟ انتقاد موضوعي بناء حتى أحترم رأيك. عجبا أنتوا الناس اللي ده تتكلمون هذا الكلام، حضرتك يا أبو علي وغيرك من اللي يأيدوك بوجهة النظر، أنتوا ده تبالغون، ده تتجنون على هذه الأحزاب وهذه الحكومات؟ هل انتقادكم يعني مبالغ به لدرجة أن أنتوا محيتوا الإنجازات الإيجابية اللي اشتغلوها طيلة 21 سنة وبس تباعون عن نصف الفارغ من الكأس؟ والله احنا جاي نشوف الواقع، احنا جاي نشوف بعيننا. يعني شبنيتوا 21 سنة بنيتوا مستشفى حكومية مجانية، مستشفى مجانية واحدة بنيتوا، نعم بنيتوا مستشفيات، بنيتوا مدارس، بنيتوا جامعات، ولكن أهلية هذه كلها يعني فلوسها بفلوس الطب للمستشفى أغلى من المستشفيات الأهلية في لندن وأوروبا. لأن إحنا جاي نشوف بعيننا أخي، إحنا جاي نشوف بعيننا. أنت ما سويت شيء. بيديكم ثاني أكبر بلد بالعالم بتصدير النفط، 6 مليون برميل شهري سنة يوميا تبيعون نفط. إذا نحسب البرميل $70 شوف إيش قد. إحنا وصلنا إلى مرحلة 70% من واردات العراق تذهب إلى رواتب الموظفين ورواتب المتقاعدين، صارت عندنا تخمة في دوائر الدولة. ليش ما توزعت؟ أولا إحنا نعتمد على النفط كمصدر وحيد للدخل، المنافذ الحدودية بيد الميليشيات والأحزاب والمتنفذين، العراق ما مستفيد من السياحة رغم أنه هو دولة أو بلد حضارته 7000 سنة والمفروض عندنا معالم أثرية ومناطق سياحية، ماذا نستفيد؟ وحتى ما تسمى بالسياحة الدينية اللي تصير كل سنة، اللي يقولون الجماعة أنه هي تجي 20 مليون و10 ملايين و15 مليون زائر، وين فلوسهم ما حد يدري. المطارات والأجر الطيران اللي يعبر من الأجواء العراقية، العراق ما مستفيد منه شيء. يعني وين هالفلوس؟ مصادر ما عندنا، وبالتالي احنا حاليا فلوسنا اللي دا تجي مهما كان سعر النفط، انت تذب 70% رواتب وعندك ديون واكو استحقاقات لازم تسددها، شبقى من الخزينة؟ شبقى من النفط اللي دا تبيعه؟
ليش ماكو مشاريع حقيقية استراتيجية تدر على العراق أموال وتجنب الاعتماد الكلي على النفط؟ المرحلة اللي احنا وصلناها أكثر من 95% اعتماد على النفط. استاذ محمد، استاذ محمد، هي الشغله مو بس شغله رواتب دول يعني موظفين وهميين، سائل الان رواتب الميليشيات، يعني الحوثيين تصور رواتبهم من العراق، حركه حماس رواتبهم من العراق، حزب الله رواتبهم من العراق، حزب اللبناني، يعني هاي المصيبه الكبرى، هاي الطامه الكبرى، هاي يعني هاي رواتب الميليشيات الارهابيه كلها من العراق، الحرس لا ثور الإيراني الإرهابي رواتبه من العراق، فيلق القدس الإرهابي الإيراني راتبه من العراق. عمي بعد شي يبقى الفلوس، يبقى الفلوس طيب. ويجي يقول لك لا انت ليش جاي تنتقد والجماعة جاي يبنون، انت جاي تبنون عمي، انت خربت العراق، دمرت العراق، جاي تبنون. أرجع بالسؤال الأخير لك أبو علي، وهي ترتيب الأولويات بالنسبة للأحزاب أو الحكومات اللي أدارت شؤون العراق وآخرها حكومة السوداني. الأولويات بالنسبة للحكومة السودانية هي تبليط الشوارع، لو المفروض يعالج أول مشكلة وهي الخلل الأمني الكبير اللي يعاني منه العراق وفي مقدمته حصر السلاح بيد الدولة. يعني المشروع اللي أطلقته الحكومة أنه تشتري السلاح من العالم، إلى الآن الناس بدأت تبيع، يعني ماكو، حتى وإن أقدم البعض على بيع أسلحتهم فهو يمكن باع قطعة قطعتين سلاح وعنده جوز كدس عتاد موجود في بيته. يعني ليش ما تعالج المشاكل الرئيسية قبل تتوجه لي لإنشاء جسر وتعبيد شارع؟ ويعني كلام صراحة وكأنه احنا انتهت مشاكل العراق الرئيسة وصارت مشكلتنا، شو وقت يبلطونا هذا الشارع؟ أستاذ محمد، بلد بميليشيات، انت قولتك عالج الميليشيات، خلصنا من الميليشيات هاي، خلصنا من هذا السلاح المنفلت بيد هاي الميليشيات، بعدين او تبني لي تبلط لي شارع او تبني لي جسر، او خلصنا من هاي المصيبه. هاي الميليشيات 100 ميليشيا ارهابيه جاي تقتل وتنهب وتسرق العراق. اشكرك شكرا جزيلا سيد ابو علي من لندن. طبعا ابو علي من لندن مبالغ لما قال 100 ميليشيا، هذا الرقم صدر على لسان حيدر العبادي لما كان رئيس وزراء وتحدث في حينها وفي وقتها وقال يوجد في العراق أكثر من 100 ميليشيا، أكثر من 100 فصيل مسلح يحمل السلاح خارج إطار القانون. هذا تصريح كان من حيدر العبادي، هذا الرقم مو مبالغ به أو بعض العراقيين يقولون إيش دعوة 100، لا فعلا بتصريح حيدر العبادي يوجد أكثر من 100 فصيل مسلح يحمل السلاح خارج إطار القانون. وقتها قال أنا أعرفهم بالأسماء لكن لم يصرح بأسمائهم، لم يلقي القبض عليهم رغم أنه يعرفهم وعنده قوائم بأسماء ومسميات هذه الميليشيات وأفرادها، لكن حيدر العبادي رحل وبقيت الميليشيات بل ويزداد عددها يوما بعد آخر. ننتقل إلى موضوع آخر، فقرة الإنفوغرافيك. طبعا تشهد المحاكم العراقية تصاعدا مستمرا في حالات الطلاق، ما ينبئ بخطر داهم يهدد بتفسخ المجتمع العراقي وانتشار الظواهر اللا أخلاقية وضياع حقوق الأطفال ومستقبلهم وسط غياب الاستراتيجيات والحلول الحكومية للحد من تفاقم هذه الظاهرة. ويعزم مختصون وقضاة استمرار ارتفاع نسب الطلاق داخل المجتمع العراقي إلى العامل الاقتصادي، ارتفاع نسب الفقر والبطالة ومحاولات أحزاب السلطة في العراق منذ عام 2003 تسويق ثقافة التفكك وتجهيل المجتمع، مطالبين الجهات الحكومية بالعمل على معالجة أسباب تفشي ظاهرة الطلاق وإيجاد الحلول التي من شأنها أن تقلل من هذه النسب المرتفعة. المزيد من التفاصيل في سياق الإنفوغرافيك الذي أعده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين، دعونا نشاهد.
مرة ثانية مشاهدينا الكرام معكم، وصلنا إلى فقرة الهاشتاج، وهذه نقطة جدا مهمة يجب أن ينتبه لها العراقيون. تفاعل العراقيون مع وسم لا لتعديل قانون الأحوال الشخصية الذي ستصوت القوى السياسية الحليفة لإيران في العراق في 24 من شهر تموز الجاري على تغيير قانون الأحوال الشخصية المعمول به منذ سنة 1959. خبراء قانونيون يصفون هذا القانون القديم بأنه أحد أرقى الأحكام المدنية في المنطقة، ويمنح الحق للأم والزوجة ويحمي القاصرات ويراعي الأولاد بعد انفصال الزوجين. أبرز ما ورد في التعديل الجديد هو أولا سلب حق الأم الحضانة إذا تزوجت من شخص آخر، ويتم تسليم الولد ولدها أو بنتها لجد الأب في حال لم يكن الأب راغبا بحضانتهم. سيكون حكم الزواج والتفريق وفقا للمذهبين السني والشيعي، وفي حال لم يكن للزوجة مذهب معين يتم اعتماد المذهب الذي يختاره الزوج في أحكام الزواج والطلاق والخلع والنشوز، وفي حال كان الزوجان من مذهبين مختلفين يصار الاختيار مذهب الزوج. القانون يدعمه حزب الدعوة وميليشيا العصائب ومنظمة بدر، يشرعن للطائفية في قضايا إنسانية وعائلية، ويرسخ لدولة قائمة على الطائفية في العراق لا دولة المواطنة. دعونا نتابع التعليقات سريعا على هذا الموضوع. سارة تقول: ورقتين ملغومتين شرعيا وقانونيا وإنسانيا واجتماعيا ووطنيا، تلك هي تعديلات قانون الأحوال الشخصية المعروضة أمام مجلس النواب. هذا التعديل سيقسم العراق أكثر وسيولد انفلاتا كبيرا في القانون، وستتحول قضايا الأحوال الشخصية إلى خارج المحاكم الرسمية. لدينا تعليق من تمارة تقول: ما أدري ليش مصرين كل فترة على هيجي عبث وفوضى، ترى ما ناقصنا تفكك أسري وضياع وخربطة. يعني فوق ما البلد راح سنوات ضوئية جايبين أو راجع سنوات ضوئية جايين هسة تكملون عليه بمواد قانونية تضيع حق المرأة والطفل. تعليق لدينا من ياسر يقول: تمرير مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يسعى لنقل جرثومة الطائفية السياسية إلى النسيج الاجتماعي وتكريسها قانونيا هو بمثابة اختبار لصدق الادعاءات برغبة القوى الماسكة بالسلطة في تحقيق الاستقرار بالعراق. ومحمد يقول: التعديل على قانون الأحوال الشخصية خرق للقانون، انتهاك لحقوق الإنسان، تقسيم للمجتمع وتفكك أسري. وبهذا مشاهدينا أصل معكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.